هلو لي زامي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ الامور ديالكم هانيه؟ جيت باكو زاني بيان. لا لاحظتوا كنطلع الصوت ديالي باش ما عرفتش واش كتسمعوني ولا لا، حيت بعض المرات كتقول لي في الفيديو تاع هنا راه ما كنسمعوكش. المهم تنتمنى انكم تكونوا في احوال جيده وانكم كدوزوا وقيتات زوينين، ويا ربي يلقى الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. اول حاجه بغيت نشكركم بزاف 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 لكل شيء. الناس يخلوا لي تعليق كيقول لي عفاك هناء ما تخليش يوتيوب، عفاك هناء ما تسديش القناه ديالك، عفاك هناء بقاي معنا، عفاك هناء راك تعطينا الطاقه الايجابيه، كلك طاقه ايجابيه وكلك كتعطينا الحيويه لدرجه شحال ولا كتقول لي هناء عفاك ما تسديش، راه انا راك جو ديبريم، كندخل في الاكتئاب كنشوف الفيديوهات ديالك كتعطيني الطاقه الايجابيه. عرفتوا البنات، غير هاد التعليق اللي كتخلوا ليك بحال هكا راه حتى نتوما كتعطوني الطاقه الايجابيه، راه داكشي سبحان الله يعني متبادل. يعني انت كون تو ديجاج دي زون بوزيتيف تي روسوا لي زون بوزيتيف، يعني فاش انت كتعطي الطاقه الايجابيه الناس حتى هما كياخذوا الطاقه الايجابيه. اي سا ما في انورميمون بليزير، جو ماتوندي با صراحه، ما كنتش كنتصور هاد الحب وهاد كمية الحب والناس اللي كيطلبوني. يعني الفيديوهات ديال كلشي لا كروازيير، فيما كنلوح شي فيديو كنلقى فيه عافاك هنا ما تسديش القناة، عافاك ما تصيفطيش ما تسديش هنا القناة، سيلتو بي راه والله إلا كناخد الطاقة من الإيجابية من عندك، والله أنا نتي كنتفرج فيك، نتي واحد اليوتيوبوز اللي كتعطي الطاقة وبحالك يعني النساء لي دازو من المحنات كيتعلموا منك، عرفتي سا متوش انورميمون. ولكن نقول لكم واحد الحاجه، يعني شحال من حاجه كتقول لي هنا انت انسانه قويه، انت انسانه قويه، هي كنبان لكم انا قويه؟ انا ما كنتش هكا، انا تحكيت الوقت اللي حكاتني انا، هي كنت انسانه مش نقول لكم فريمون، كنت انسانه ضعيفه، كنت كنسمح في حقي، كنت كنصبر، كنت فريمون كنقول ماشي مشكل نصبر، ماشي مشكل خليه هذيك، ما كنسولش في حقي، كنسمح في حقي. ولكن حكاتني الوقت فريمون، يعني الا كتشوفوني انا انسانه قويه ولا شحال من حاجه كتقول لي هنا يا ريت نكون بحالك، هنا انا بغيت نكون بحالك ولكن ما عنديش الشجاعه ولا راه الشجاعه حتى واحد ما يعطيها لك، الشجاعه انت اللي غادي ديريها لراسك، انت اللي مسيطره على حياتك، وانت اللي غادي تحكمي في حياتك، وانت 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 وانت، يعني انت اللي تقدري ديري التغيير في حياتك، حتى شي حد اخر، وما تسنيش شي حد اخر، وما تسنيش الشخص الاخر هو اللي يتبدل، ما تحاولوش انكم تغيروا الناس الاخرين. اللي هداه الله هو هذاك، اللي ما هداهش نسي با، حاولي تبدلي راسك، انتي اللي تبدلي راسك وشوفي مصلحتك. وكنقولها وكنعاود، الواحد خاصو يكون اناني. وحاجه اخرى اللي كتقول لي هنا كنشوفو فيك انسانه قويه، يقدر نتوما كتشوفو فيا انسانه قويه، كنا ما كنشوفش فيا انسانه قويه، وانا بغيتش تقال عليا انسانه ضعيفه فقط. وحتى انا انسانه واخا كنبان لكم قويه، عندي جروح، عندي جروح، دي سيكاتريس لي كنعالجها، ماليش اللي نقول لكم انا صافي وي شي جو في لا بيل في وترونكيل ومزيانه وبود، وهذا عندي جروح وكنداوى منها و جي با اونت دو لو دير، يعني ماشي عيب ان الواحد يقول انا عندي جروح وكنداوى منهم، العكس الفو اكسبتي الحاجه، الفو اكسبتي بانك تي با بيان، وعادي تقولي انا ما مرتاحاش، انا كنعاني، انا عادي فاش كتهضري كتنفسي، حيت لا سونتي مونطال اهم حاجه. يعني الا ما كنتيش مزيانه في عقلك ما تسنيش الذات ديالك تكون مزيانه، يعني الا كنتيش كنتي مريضه في عقلك، يعني متعبه نفسانيا، ما تسنيش من الذات ديالك انها تكون مزيانه وتكوني اون فورم. فريمون انا كنقول بانه لا سونتي مونطال كتسبق لا سونتي ديال داك، الا كنتي مريضه ماشي مريضه يعني متعبه نفسانيا،
يعني سافا با النفسانيه ديالك، ما تسنيش الجسم ديالك يسايرك، غادي تكوني ضد ديك الريانات، معدتك كضرك، غادي تكون عندك الخطر ديري شي حاجه، مهم كتدخلي في دوامه تاعك. كتدخلي في الاكتئاب. نرجع، بغيت اليوم نهضر لكم على النفقه. انا نهضر لكم على النفقه، ان نعطيكم بعض المعلومات اللي تنعرف، وغادي نحاول كل مره في اي فيديو نبقى نعطيكم معلومات جديده. نونا غادي نحاول نبقى نعطيكم معلومات جديده واي حاجه كنعرفها. غادي نرجع لكم بالنسبه للنفقه البنات، اول نصيحه اللي نعطيكم الا كنتم مزوجين ولا مقبلين على الزواج، ولا كاع ما مزوجين وان شاء الله ما تعرفين باقي انتيا بنت ما كتفكريش لا في الزواج لا والو، ولكن نهار تزوجي ولا انتيا مزوجه فيما طاحت في يديكم شي ورقه جمعوها فريمون، فيما طاحت شي ورقه في يديكم تاع الزوج ديالكم جمعوها حيت غادي تنفعكم. غادي تقولي انا مالنا لا واخا واحد ما يدخلش ويكون كيفكر بهذه الطريقه الدنيا والزمان، ما تفكريش لراسك مين ان شاء الله الا كان عندك اولاد ولا شي حاجه غتنفعك ديك الورقه. انت ملي طاحت في يديك الورقه ديري لها فوتو كوبي وخليها عندك، انت اش خاسره؟ ما خاسره والو. وخاصكم تعرفوا فين كيكون خدام راجلكم، المكان الشغل ديالو، الا قدرتوا تعرفوا الصالير، خاصكم تحاولوا تجبدوا منهم، سيرتو الرجال اللي ما كيعطيوكمش الخبيرات عفوا راسهم، راسهم العجينه فريمون اللي ما كيبيش يوريك. حتى وحده كتصيفط ليا في انستغرام كتقول لك انا راه دابا دايره بيه دعوه النفقه ولكن ما عرفتو حتى فين خدام، ما عمرو قال ليا هادي، ما عرفتو حتى فين كاين، ما عرفتو ما عرفت. مي سي غراف البنات، سي غراف سا، يعني كتكوني ساكنه مع واحد يعني هو بيسك ما بغاش يقول لك فاش خدام، ما بغاش يوريك فين خدام، يعني في راسو العجينه، يعني في راسو العجينه، يعني كنتي فكري في راسك داكوغ. يعني الاوراق مهمه، كتنهار تقفي على النفقه. انا ما كنقولش راكو شايط اللقمي حطيهم نتيا، راه كما كنقولها دائما الزواج 50% ينجح 50% ما ينجحش، وانتي ديا ديك 50% اللي ما غاديش ينجح قمري عليها، جمعي وراط وحطهم دو كوتي، سخر لك فيه ربي وكان الله يعمر ليها الدار، انت ما خسره والو. ما خرج ولد الحرام، انت اما لقيتي الوريقات كاينين حداك داكوغ، جمعوا الوراق، عرفوا فين خدام راجلكم، شدوا لادريسا، الوراق ديال البنكه، العمل ديالو، لي بيان ديالو، الا كاع ما عندكمش خاصكم على الاقل شدوا لي تيدخل شي حاجه، حنا كنهضروا في هذيك الحاله الا كان زعما لاباس عليه. عارفوا كل شيء على من ناحيه الشغل الزوج ديالكم. ونصيحه اخرى اللي نقولها للبنات اللي ساكنين الخارج وكنعرفهم بزاف للاسف، عمركم بتشري شي حاجه في المغرب شروها بسميتكم بجوج، راه كتقوال بشحال من وحده كيتسحب ليها بحال اوروبا بحال المغرب، يعني الا مشى هو حيت هما داك يجي كيقول ليها عرفتي نشرو الدار في المغرب، انا غنمشي نشريها ونديرو النص بالنص، ونتي ضربي التماره وعطيه نص الفلوس، كيعطيه نص الفلوس بحال ما تنشريتو الدار ب 100 مليون، كتنوضي تعطيه 50 مليون هو كيدير 50 مليون ومشي ديرها بسميتو، وكيتسحب لك النهار تبغي تطلقك برا راه كتاخدي النص. لا حبيباتي، بغيتو تشرو ان بيان، بغيتو تشرو ان بيان كي سميتك كي سميتو، راه ما تصوروش شحال العدد الهائل تاع النساء اللي سنعرفهم كي ياخذوا كريدي ديال كريدي دو كونسوماسيون، وكيمشيو كيعطيو الفلوس لراجلهم، كيمشي باش يشري الدار في المغرب كيشريها بسميتو، كيقول لها دكزي على هذا. كنعرفهم هكا، راه كنعرفهم، وما كاين غير 60 مليون 30 مليون اللي ياخذين كريدي وكيخلصوا حتى لدابا، وهي مطلقه من الراجل والراجل دار الدار. فيت اتونسيون البنات عفاكم، بيتو تشرو ان بيان يكون بسمياتكم بجوج، سيري نتيا ويا عند النوطير ما يقولكش ديري ليا الوكاله ولا شي حاجه، سيري نتيا ويا وسينو وشرو الدار بسمياتكم بجوج 50-50 داكوغ. وديك الساعه الا بغيتي نتي تدخلي ب 25 مهم كتدخل سميتك في الدار وكتاخدي النسبه اللي بغيتي،
مي باش تصيفطيه يشريها وانتي تعطيه في الفلوس لا سمحوا لي هكا كنعرفهم هكا هكا, هكا هكا بزاف. اوكي حاجه اخرى بالنسبه للنفقه البنات للاسف هذا واحد الموضوع النفقه في المغرب كتعاني بزاف. يعني كتشوفي كاين مساكن العيله تخرجت لهم النفقه فيها 200 درهم شنو هي 200 درهم ماشي تمن الخبز. للاسف 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 مهم اللي غادي نقول لكم بالنسبه للنفقه الاوراق مهمين. ابخي كاينه الخبره والخبره كتخلصي عليها يعني باش تشوف الطليق ديالك شحال كيخرج خبير كيشوف شحال كيشد الطليق ديالك وعلى حسب ديك الخبره كيخرجوا لك النفقه. من بعد عندكم كل عام تطلبوا الا بغيتي تطلبي زياده في النفقه وكما تسناو شي حاجه بزاف يعني اوموان كتزاد عتكون في راسكم. كاينه توسيعات العيد انا ما كانش فراسي توسيعات العيد كاينه توسيعات العيد البنات وهذه حق ديالكم البنات توسيعات العيد انا جو صافي با سي بوغ سا كنقول لكم الا غادي تطلقوا شوفوا هذا المحامي شوفوا محامي شوفوا محامي شوفوا شحال 200 درهم 200 درهم 300 درهم اللهم ودي شوفي واحد جوج محامين ولا ثلاثه وخذي الراي ديالهم عاد توكلي ما ديريش الغلط اللي درت انا وثقي. بعض المرات كنثقوا في العائله العائله تسع العائله تسع حيت كيجي كيوريك واحد الوجه هو راه شاد الفلوس من الجهه الاخرى فغمو عطو اتصال العائله. كاينه توسيعات العيد شنو هي توسيعات العيد البنات هي انكم كل عيد كيعطي الفلوس لولادو باش يشرو الكس باش يتكساو في العيد باش يتشرى لحاوله العيد باش 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 هذه بزاف تاع الناس ما عارفينهاش. شنو اخر قلنا النفقه كتزاد كل من بعد سنه من بعد كل سنه عندك الحق تطلبي في زياده تاع النفقه عندك الحق حيت راه المعيشه كتزاد انتما شفتوا الزيت تزاد دقيق تزاد يعني المعيشه كتغلى المازوط تزاد من الحق ديالك انك تطلبي زياده في النفقه. هادشي اللي كاين ونرجع للحاله ديالي انا الحاله ديالي انا قلت لكم سي با انورم يعني سي ميم با 150 اورو ديال النفقه اللي خرجت ليا 150 اورو تسناوني بها نمشي نبيع انايا لدبي 150 وللاسف انا ديك الساعه المحامي الخال ديالي هو اللي قال لي لا خديها راه الا مشيتي دخلتي للمحاكم يخرجوا لك غير 50 يخرجوا لك غير 500 درهم فهمتو يعني وانا كنت دايره ثقه في خالي وقلت ليه اوكي وخديت ديك 150 150 اورو 150 اورو و فوالا ساشون كو كيما قلت لكم سي ان ارشي ملياردير يعني فاش كنقولوا ارشي ملياردير راه الملايين اللي كيدخلوا في الشهر شغلو هذاك دبر راسو ماشي شغلي مي كتشوفي ولادك بغاف سي با غاف. نرجعوا لي انا قلت لكم انا فاش جيت فاش خويت المغرب كنت درت دعوه تاع النفقه قبل فاش كنت في المغرب درت الدعوه تاع النفقه باش يتزاد فيها حيت فريمون سي غيان راه قلت لكم انا بعض المرات انا راه كان غير هادشي تاع الطبيب كنوصل حتى ل 4000 درهم 80000 ريال في الشهر يعني ميم با حتى الربع حتى القسم ديال النفقه. النهار الطليق ديالي عرف بانه انا خويت المغرب قطعها قطعها يعني هذوك الفلوس اللي كيعطي هذيك 150 اورو ما كيعطيهاش واقيلا كيتحابيش كيعطيها ليا ولا ما فهمتش يعني ماشي كيعطيها لولادو يعني بغيت نفهم علاش يعني ما فكرش في ولادو ولا زعما لحد الساعه ما واش فهمت زعما انت هزيتي الدراري من المغرب وخرجتيهم بانني زعما ما كي زعما ما بقاش كي انا ما عمرني بغيت نهز الدراري ما عمرني بغيت نخوي المغرب ولا انا كان عاجبني الحال لا صح دا امي وكان سوسي لكن ما عطاتنيش اتساع مقابلني
جابني ها هي مسافره، هي جايه، هي خرجت، ها هي سميتو، ها هي حطت هذا الفيديو وتفرج فيا داك سميتو مالكي حطيتك، ماشي شغلك، كون عشتي حياتك ولادك. انا ما عمرني حرمتهم، ياك كنمشي كنديهم لك حتى عندك للدار ما بغيتيش تشوفهم، ما كتسولش فيهم، علاش تكذب على عباد الله؟ ما كتسول فيهم، ما كتسقسي عليهم، ما كتتصلش بيهم، ما وقطعت والله الا قطعها يعني ما فكرتيش في ولادك. يعني نفترض انا ما مزيانه شو زيت الدراري وديتهم، تقطع لهم النفقه، راه دوك فلوس ولادك ماشي فلوسي. الا عطيتيهم راه عطيتيهم لولادك، راه ما عطيتيهمش ليا. راه داك حق ولادك، عطى لهم القانون. ما بغيتيش شغلك هذاك، ولكن اش من ابويه بزاف عليك الابويه، انك تكون اب بزاف عليك، فريمون بزاف عليك. جوج دريال قطعتيها لولادك. انا النهار فاش كنهضر مع الناس اللي كيعرفوك قلت لهم كيتحاب لهم اللي الناس اللي كيعرفوك وجاو عندي، الناس ديال البلاد ديالكم وكيسو كيهضروا معايا على حساب النفقه، كنقول في نظركم شحال كيعطيني؟ كيقول لي 2 مليون. كيعطيك 2 مليون ثلاثه؟ كنقول لهم شنو منيتكم؟ سيد 150 يورو وكتقول لي 2 مليون ولا ماشي فيها، ماشي حتى القسم تاع القسم. للاسف للاسف في فلوس دبر راسك، المهم ماشي مشكل. مزيان انا الفيديوهات كنديرهم كنحطهم في الانترنيت، ولادك غيكبروا هيعرفوا وهيشوفوا كل شيء. كيضحكني يعني كيمشي كيقول لهم هيكبروا ويجيو عندي ويشوفوا هذا الشيء تما راه دوزتي عليهم ويجيو عندك وتسعي. ما علينا، المهم قلت لكم حبس النفقه ومشى دار مقال بيا في الدعوه تاع النفقه، حيت انا قلت لكم درت ليه كنت دفع الدعوه ديال زياده النفقه، حيت قال لي ديك الساعه المحامي قال لي ويلي هاد السيد داير هكا اوتون دارجون اللي عنده اوتون البيان لي بيان اللي عنده كيف اللي فايتي الملاير تاع ديال الدرهم ومخرج ولادو هاد جوج دريال. قال لي ديري لنا دعوه نفقه. مشيت درت دعوه نفقه، وهو اش دار في دعوه فاش دفعت انا دعوه نفقه، نكتب مقال نوريه لكم، حيت سامح كيقول لك راه غير كنكذب انايا طلقه على هذا السيد. دفع مقال كتفي بانه راه انايا اختطفت، بانني هزيت الدراري خرجتهم من المدرسه، درت لهم هدر المدرسي لهذا كيطالب باسقاط الحضانه ديال اولادي كاملين، ودار ليا اسقاط الحضانه، ودار ليا غرامه ماليه ديال 5000 درهم لكل يوم ديال التاخير. خاصني نعطي 5000 درهم كل نهار على التاخير. شوفوا نتوما السيد تحب لي راسو جوني ديب، وقيلا تيتفرج بزاف في الاخبار. تحب لي راسو جوني ديب. ها نتوما الوغ غنقرا عليكم. انه استنادا الى ما ذكر فانه يناسب معه الحكم باسقاط الحضانه الابناء ايناس وانيس ولونا عن والدتهم المدعى عليها مع اسنادها الى والدهم العارض تحت طائله غراميه ديال 5000 درهم عن كل يوم تاع التاخير. يعني كل نهار انا تعطلت عليه باش نعطيه الحضانه تاع الدراري 5000 درهم. ولهذا ومن اجله يلتمس العارض من جانبكم وبكل احترام في المقال الاصلي الحكم برفضه في الحكم باسقاط حضانه الابناء ايناس انيس ولونا عن المدعى عليها مع اسنادها لوالدهم العارض تحت طائله غرامية ديال 5000 درهم عن كل يوم تاخير شمول الحكم بالنفاذ تحمي المدعى عليها الصائر. المرفقات محضر محضر ابارامون. هو فاش شافني انا جيت بين خويت المغرب مشى هو عايش فرنسا، فاش عرفني انا خويت المغرب مشى المغرب هز عاوتاني لويسيد جوستيس، مشى دا كل نهار تاع الزياره ويجيو يدقوا باش يشوف انا زعما انا ما كنعطيهش الدراري وحطهم. وفاش يد اللي كدي فاش كيجي الاب كيبغي يدير الزياره وما كتعطيهش
يعني فاش كيكون الاب عنده حق الزياره في ذاك النهار اللي كتكون معطيه ليه القانون فيه الزياره، الا ما عطيتيهش الدراري الا ما عطيتيهش الدراري وجاب عون قضائي ودار عليك معاينه بينه وما عطيتيهش الدراري، كتسقط عليك الحضانه. الا درتيها جوج المرات كتسقط عليك الحضانه. هو داكشي اللي دار، دارها جوج المرات ودار اسقاط الحضانه. وبالنسبه للناس اللي كيقولوا لك انا كنكذب وما اسميتو وكنلفق على هذا السيد، ها انتوما قراوها. وها هي لا سيغناتور ديال اسميتو. ما عنديش نكذب، ساشون كو فاش كنت انا في المغرب وما ديش نكذب عليكم، وقلا قلتها لكم عقلت واش قلتها لكم في شي فيديو ولا لا، ما عييت من المشاكل ديالو، من انه تابعني، من انه مجرجرني في الكوميساريات. يعني هو هذا هو النرجسي، كيتمتع تتلذذ بالعذاب ديال الضحيه ديالو، كيتلذذ. هذا هو النرجسي، ساشون ما تسرطاتش ليه بانه انت اللي تفارقي معاه وانت اللي تقولي صافي اتصناف ما بقيتش بغيت نعيش في الدل. انا سي فري انا عييت واحد سيغتان مومون، ما نكذبش عليكم، عييت من داك الجرجير. قلت صافي شنو غادي ندير، خليني هذاك سميتو نعطيه الحضانه تاع الدراري واحد الوقيته فكرت فيها، حيت ما عرفتي فاش كتعيا وكتولي كتعيشي في الرعب وعندك تهديدات بالقتل وكيجيو عندي الناس كيقول لي هنا راه كيقول بان يصيفط لك شي واحد غيخرط لك وجهك، يصيفط لك شي حد بيخوي عليك لاسيد. وانا قالها لي شخصيا، قال لي انت نهايتك على ايديا، انت لافان ديالك غادي تكون على ايدي على يدي. يعني فاش كتعيشي في داك الرعب كتقولي ماني على حالتي، انا عطيه الدراري وعملنا لها الصداع ولادي ونبقى يعطيني غير حق الزياره، انا وصافي نبقى نشوفهم ديك الاربعه ونديهم الجمعه والسبت والحد، اون فونفيرسي لي رول. اصلا حنا كنا قاسمينهم يكون عندي حق الزياره، ماني اصلا هو كيديهم النص السيمانه وكيخليهم لي انا هاد الحضانه، خليني نبقى شاده الزياره. صافي مشيت درت مشيت بديت لا بروسيدور، مي ما خلانيش واحد المفوض، قال لي لا راه غادي تندمي، قال لي غادي تندمي هنا، قال لي دابا انت غير عيانه وهذا وهذا، قال لي غادي تندمي وما خلانيش. كنت صرت ليه ميساج قلت ليه هاك خد الدراري، انا كنت نازل لك على الحضانه ما جاش من ديك الساعه غبر، كنت عاودتها لكم واحد الوقيته. المحامي ديالي قلت لكم اخر محامي مشيت عنده قال لي ودي بلاتي نشوفو مع المحامي ديالو نديرو الصلح، و سي فغي جا المحامي ديالو، يعني قالها لي المحامي ديالو وجي جا المحامي ديالو مع المحامي ديالي وانا وجلسنا اطاب كنهضرو، وعطيتهم عطيت ليه 3 سوليسيون راه قلتها لكم. قلت ليه بانه سوا يعطيني الوراقي وخليني نمشي لفرنسا نعيش معززه مكرمه انا وولادي، سوا يزيد النفقه لولادو وتحمل مصاريف ديال الطبيب و و و و سوا انا كنت نازل لك على الحضانه، انا نازل لك على الحضانه ودبر راسك مع ولادك، ولكن غادي تخلي لي لونا حيت لونا باقي صغيره ما تتهضرش، وكنقولها ولونا صغيره ما نعطيهاش، هادو كبارين عارفين ماما هما دوزات، عارفين شافوا ماما هم دمر لي ضربات، شافوا ماماهم كتبكي، شافوا ماماهم كتعذب، شافوا يعني عارفين منا شنو دزت. لونا لا غنخليها، قلت لي نهار تكذب نهار تكبر دير 4 سنين ولا 5 سنين نجيبها لك بحال خوتها. مشى قال لك لا ما بغا حتى شي حل من هاد الحلول. وفاش قلت لي كاش بغا، يلا انا نعطيه، يلا نعطيه انا ندير لي التنازل على الحضانه. قال لي المحامي ديالو قال لي ودي ما يقدرش، قال لك هو ما قادش عليهم. دابا هذا ما قادش على ولادو ومجرجر امهم، وانت مبارك انا شادهم لك، ما قادش عليهم وما قادش عليهم وما عمرك غادي دير ليهم ضفر داكشي اللي كندير ليهم. ودابا باش يبان في المغرب وباش زعما هذا انا بين ديال اسقاط الحضانه، اسقاط الحضانه سير دير اسقاط الحضانه في فرنسا، علاش ديرها في المغرب؟ علاش ما مشيتيش فرنسا درتي اختطاف تاع الدراري مشيتي تا المغرب؟ علاش ما علاش فرنسا ما كتحركش؟ علاش فرنسا مكالمي مع راساتك؟
فرنسا ما والو ما تتحركش، فرنسا ما كيبانش، ما تيبانش دول البلاد تاع القانون تما والو، كتمشي كتضل مورا وكتحرك هادو تتحرك هادو بحال دوك الشكايات اللي كان دارها، كانوا مشاو للحفظ، كان دار بيا الشكايه تاع ديال التشهير تاع الدراري، كان دار بيا شكايه التشهير ديالو، دخلوا الحفظ مشاو للحفظ، شويه سبحان الله خرجوا من الحفظ كي داروا الله اعلم. شي المغرب حركوا غير هادو، حركوا هادو اللي بيتو غينزل، اللي بيتو غيكون. ايوا هذا هو، هذا هو الجديد للاسف. للاسف انا المهم يعطوني اتساع، انا عطيني اتساع داك الجدريان ديالك الى خلاتك خاطرك وباش تعجبني، وانا وديك ناض في كليكم فاشل المفوض وكيف ما كيقول لي انا على من تنخدم، انا على من تنخدم، عاد نخدم عليهم نخلي ليهم ماماهم، الله يخلي ليهم ماماهم، الله يخلي ليهم ماماهم، زعما الى زعما الى فاتتهم ماماهم ساكن هيتعذبوا معاك فما يتعذب. كنقول حمد الله وشكرت وزيت وليداتي فغامو، الله يخلي ليهم ماماهم والله يقويني نقدر عليهم. بغيت نقول لكم شكرا بزاف للسوتيان ديالكم وميرسي بوكو، وحتى الفيديو المقبل ان شاء الله وندوركم في الدار ديالي، راه مهم راكم بالكم شويه كيبان لكم الترموميكس ديالي الحب ديالي، وخا شويه مروبله الكوزينه ان شاء الله تندوركم في الدار، وان شاء الله غادي تشوفوا، غادي نبقى نشارك معكم الفيديوهات، غادي نحط لكم ان شاء الله كل شيء، غادي تشوفوا لي زيتاب لي كندير، حيت الا قلت لكم هذاك داكشي اللي داز في المغرب، هذاك المسلسل الجزء الاول دابا بدا الجزء الثاني، والجزء الثاني يكون زوين. الجزء الاول كان كله عذاب، كان كله هذا، ولكن الجزء الثاني ان شاء الله يكون زوين. من هادي نقول لكم الحياه ليست بسيطه والحياه ليست سهله، كما دائما نقول عليكم في فيديوهات قلبوا على السعاده، ما تسناوش السعاده تجي عندكم، راه كثر قلت لكم ما كاين شي واحد كاع كيما بغا وكذب عليكم كذاب الا قال لكم شي واحد راه اي بيان، يعني كلشي كيعاني، يعني المهم قلت لكم كلشي كيعاني، يعني نتوما قلبوا على السعاده ديالكم فغامون قلبوا عليها، ما تسناوش السعاده تجي عندكم، نتوما اللي تقلبوا عليها وخلقوا السعاده لراسكم. واخا كما كنتو كتعاني، كنتو مرض، كنتو كتشوفوا شخص اخر اللي كيعاني مع عائلتكم، عندكم ضائقه ماليه، عندكم مشاكل نفسانيه، عندكم مشاكل ديال عاطفيه، قلبوا على السعاده، قلبوا خلقوا السعاده، نتوما اللي تخلقوا السعاده وغادي تكونوا بخير.